انا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش، وبعدين رغبتي الاولى والاخيره ان انا العب في نادي الزمالك، وده حلمي بالنسبه لي طبعا، وليا الشرف ان انا اكون في نادي الزمالك. انا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش، وبعدين رغبتي الاولى والاخيره ان انا العب في نادي الزمالك، وده حلمي بالنسبه لي طبعا، وليا الشرف ان انا اكون في نادي الزمالك.